صورت النجمة عبير نعمة أغنيتها الجديدة هيدي الدنيا بمنطقة علي تحت إدارة المخرج جيل غبري، وأغاني أغاني رفقتها بالكواليس. يلا 5 4 3 2 1 افتحي عبير بلان اثنين سوا مع بعض. اوكي خليهم وظهري يمين ظهري يمين. عبير تحدثت لكاميرا أغاني أغاني عن تفاصيل هالأغنية اللي عم تحمل توقيع شركة يونيفرسال ميوزيك مينا الرائدة بمجال الإنتاج الموسيقي. النجمة عبير نعمة، أهلا وسهلا فيك عبر شاشة أغاني أغاني. أول شيء اليوم نحن موجودين بتصوير الكليب، مبروك الأغنية والكليب، خبرينا شوية تفاصيل. مرسي لك وأهلا وسهلا فيكم. الغنية اسمها هيدي الدني، عنوانها هو بخبر عنا. هالغنية بتقول إنه في يوم إلنا وفي أيام علينا، مش لازم نيأس ولازم نطلع إنه بكرة يمكن يكون أحسن. هي هالغنية يعني ضرورة لهالأيام، ولازم كلنا نتحلى عن جد بالإيجابية وهيك بالأمل. الغنية من كلمات غادية رحباني ومن ألحان وتوزيع أسامة رحباني. هذا بالنسبة للأغنية، أما الكليب فأيضاً له قصة خاصة. أنا أكيد بعرف الستوري بورد تبع الكليب وكل شيء، بس كمان يعني هو عم يعمل قصص هلأ على السيت أنا ما كنت عارفة فيها، وأنا كتير بوثق فيه، بحب كتير شغله، بحب هالقد عنده إذا بدك يعني هو بحب شغله كتير، فهيك شخص عنده هالاندفاع أنا أكيد بتوقع منه كتير قصص حلوة. أتوقع الكليب رح يكون مختلف مع جيل، يعني أنا رايحة لعنده كمان هلأ. بعد ما سمعنا رأي عبير بالموضوع انتقلنا للمخرج جيل غبري اللي قدم عدد كبير من الكليبات اللافتة بالسنوات الأخيرة، لكن هالمرة عم بيسجل أول تعاون بينه وبين عبير، وخلال لقائنا معه خبرنا عن موعد هالكليب. الكليب هلأ هي الغنية نوعا ما بتحكي عدة situations من الحياة، فالكليب عم بجرب أعملها reflection لهذا الموضوع بس بطريقة شوي ما تكون كتير real، يعني شوي artistic. هلأ بس تحضروه رح تفهموا شوي الفكرة أكتر. جيل خبرنا عن التعاون مع عبير للمرة الأولى وعن سبب ثقة عبير الكبيرة فيه. هلأ أنا صراحة عبير كان عبالي أشتغل معه قبل، وثاقبت الظرف يعني ما قدرنا، كنت متفقة على كليب قبل مع مخرج تاني، فكنت حابب أصلا أتعاون معه، وستيل الأغاني تبعها صوتها كل شيء الفن اللي بتشتغل الدايركشن اللي بتروح فيها كتير كتير بحبها، يعني إذا بدك بالنسبة لي من الفنانين اللي كنت من الأساس بحب أشتغل معهم، وهذا الشيء كان عبالي يعني قبل وما ثاقبت، فهلأ حسيت أنه الجود تايمينج للشغلة، وثاقبت الغنية كمان كاتشي ومن الستايل اللي أنا بحبه، فتنا بهذا الاتجاه. هلأ ليش ثقة ما ثقة؟ لأنه يمكن كمان شفت قصص عملها قبل مع كارول أو يارا أو بتخيل يعني، أو لازم تسأليها. بعد ما انتهت من لقاء مع جيل، مجالي عادت لعبير وسألت عن ألبومها الأخير اللي صادف طرحه مع اندلاع ثورة 17 تشرين. عبير نزلت آخر ألبوم لإلي، كنا بفترة الثورة بلبنان، ندمت على وقت إنه الوقت طرحه وكيف كانت الأصداء. هلأ إذا صراحة إذا برجع لوقتها وبكون عارفة إنه رح يكون في ثورة ورح أكيد بأجل شوي، يعني مش أنا اللي أصلاً بنزل الألبوم بالوقت يعني اللي بينزل فيه، هو اليونيفرسال ميوزك مينا هي شركة الإنتاج اللي بتقرر. تفاجأنا كلنا بالتوقيت يعني شو صار، بس كتر خير الله يعني الأغاني اللي نزلت خاصة اللي نزلت كسينجلز بالأول 4 أغنيات أخذوا حقهم وأكتر، يعني العالم حبتهم. عبير تعاونت بالألبوم مع أسماء جديدة على الساحة الفنية، فسألناها عن هالتعاون وهل كان الهدف دعم المواهب الجديدة. مش عم بدعم، هن بيدعموني وأنا بدعمهم، وكلنا يعني دايما الأغنية ما بتصير من بس المغني، يعني هو يمكن بيكون بالواجهة دايما بياخد كل الكريدتس عرفتي، بس هيدا الشيء بيظلم عن جد كل الناس اللي هي بتخلق هيدا العمل ليطلع آخر شيء إذا بدك، وياخد كاركتير معين بصوت هالمغني. أنا كتير بهمني الموسيقية كلهم، اللي بيعزفوا بالأغنية، اللي بالشخص اللي بيوزع، اللي بيكتب، اللي بيلحن، يعني هودي مبدعين،
فأنا بنبسط لما ألتقى فيهم ونشتغل سوا. وكان لابد ما نسأل عبير عن نظرتها لأزمة كورونا اللي هي حديث الساعة الأول. ليكي لو أنا سألته لجيلك شو رأيك نحط كفوف وكمامات ونتصور وهيك، ما زبطت معي. فأنا اليوم مثل ما شايفتيني، بس أكيد كل الوقت عم رشريش وبنتبه قد ما فيه. يعني طبعاً نحن على السات أنه موقع فيه كتير عالم وهيك كمان. بشكر كل الأشخاص الموجودين، بشكركم لأنه اليوم جيت ورغم الوضع، يعني بعرف في كتير عالم قاعدة ببيوتها لأنه عم تهتم بصحتها. هلأ الحياة دايما أقوى من الموت، يعني ما في شيء لازم يكسرنا. لبنان مش أول مرة، يمكن هالأيام كتير صعبة، بس مش أول مأساة ولا آخر مأساة رح تقطع علينا لسوء الحظ. هيدي الحياة يعني، وخصوصي هالزمن كتير صعب، مش بس علينا، بكل العالم. يعني تطلعي في مأساة وين ما كان، ما بعرف ليش فيها لقد سواد بالدنيا، بس رغم كل السواد في دايما نقطة بيضاء أو فسحة أمل. فأكيد لازم نضلنا، يعني إحنا شعب قوي. عبير نعمة من الفنانات الراقيات بالعالم العربي، ورقية ما بيقتصر على فنها واختياراتها وصوتها، بل بيتعدى ليكون الحاضر الأكبر بشخصيتها أيضا. وبدورنا بدنا نتمنى لها كل النجاح والتوفيق بجديدة هايدي الدنيا.